Alors, on se retrouve pour la deuxième partie d'IAL, film Netflix, mais aussi streaming. Je vais vous parler d'un film hindi qui est sur Netflix, mais tout Kahani. Alors, ce film, l'histoire d'IAL, 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 اقترحت عليه انه يمشي لواحد لا ميسيون كاينه في الهند في كالكوتا بلاتي نقول لكم في كالكوتا في كالكوتا باردون مشى السيد مشى باش يخدم سوف كو ما بقاش كيعطي الاخبار لا والو مرتو مشات وخا حامله مشات تقلب عليه في كالكوتا سوف كو داكشي اللي غادي اللي غادي دي سكيل فا ديكوفرير داكشي اللي غادي تلقاه يصدمها بزاف يعني الشركة فين نورمالمون مشى باش يدير الميسيون قالوا ليها باللي راه ما كاينش السميه كاع ديال راجلك يعني ما كيعرفوش راجلها البوليس ما عمرهم سمعوا بيه يعني ما ميت ما حي الي ديسبارو يعني مجلي ما قدرش تلقاه صافي اشنو دارت حاولت انها تقلب من جهتها وعاونها واحد البوليسي سميتو هذاك البوليسي سميتو ساتيوكي سينها هو اللي عاونها في كاع لي زيتاب ديالها في التقلاب في كلشي ومني كانت مشات للشركه ديال فاش كان خدام راجلها قالوا ليها باللي كاين واحد الاكس امبلوي يعني واحد الراجل كان خدام عندهم شحال هادي كيشبه لراجلها سميتو انا نقول لكم دابا سميتو ميلان دامجي هذا قالوا بلي كيشبه لراجلها سوف كو ملي بدات كتقلب شويه بشويه على شكون هو داك ميلان وهكا الناس تقتلوا اللي كانوا كيعاونوها واحد القتال تابعها باش يقتلها وما توصلش للدواسه والاسرار تاع هذاك ميلان حيتاش ما غاديش نقدر نقول لكم شكون هو ولكن باش تشوفوا الفيلم ان شاء الله باش ما نحرقش لكم اللقطات ديال الفيلم هو شي واحد يعني خطير بزاف بزاف تلحوا ليها البوليس بغاو يستوبيو ليها لي ريغيرش كلشي ولكن هي ما تفكاتش واخا حامله واخا كلشي بدات كتقلب 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 وداكشي اللي غادي تلقاه وداكشي اللي غادي طرا ليها راه ما غاديش يطيح لكم على البال ملي غادي تبداو الفيلم راه فريمون انا ملي بديت الفيلم كنتفرج عادي كنقول وي وفينال تقدر يا تلقى راجلها ميت يا تلقى حي سوف كو داكشي اللي شفت في الاخر تاع الفيلم رامز تصدمت راه ما تقوليش داكشي اللي غادي تفرجي في الديبي راه فريمون هذا الفيلم حتى هو ما عندي ما نقول فيه 10 على 10 او توب سمحوا لي فريمون rien à dire يعني فيلم هندي على حقو طريقو الوغ هذا الفيلم سميتو كاونت داون هو ديال لوغور القصة ديالو هو انه واحد لافيرميير شارجات واحد لابليكاسيون سميتها كاونت داون اللي هي سوا ديزون كتعطيك شحال باقي ليك ما تعيش في هذه الحياة يعني سوا بدقائق سوا بسوا سوا بلي سكوند سوا بلي ميلي سكوند سوا بشهورة سوا بالعيمان مهم سا ديبون وهي ملي شارجاتها بيسكو صحابها شارجاوها قالوا لها يلا شارجيها شارجيها شارجاتها لقات بلي بقى ليها 3 ايام باش تعيش يعني 3 ايام وغادي تموت في الاول ما تيقاتش قالت ولا ما يمكنش مي خافت شويه يعني قالت واه الا كان صح يعني 3 ايام غادي نموت واه ما يمكنش صافي عاشت حياتها شويه شويه كي كتشوف بلي لونطوغاج وكتسمع بلي راه هاد لابليكاسيون راه صح كيموتوا الناس يعني الا قالت لك 6 سوايع تموتي يعني غادي تموتي صافي دخلها الشك مشات شنو دارت مشات فورماتات التليفون التليفون ديالها شداتو في الاول شداتو سوف كو ملي جات دخلت الطوموبيل لقات باللي اون فيت لابليكاسيون واخا تفورماتيه كترجع مشات بعت التليفون شات تليفون اخر لابليكاسيون رجعات يعني قالت لها 3 ايام هي 3 ايام ايوا هنا في الفيلم غادي نشوفو كيفاش تلاقات مع واحد الراجل حتى هو كانوا بقاو ليه غير كالكو زور وتلاقاو مع واحد لو بير ديالهم لو بير ديالهم هو كيف كيقولوا في ليغليز هذوك اللي كيكونوا كونتر الشياطين وكونتر الجن وكونتر كلشي داكشي باش يعاونهم انهم يحلوا هذا المشكل المهم ما غاديش نزيد نعاود لكم ليستوار حيت غادي نعاود لكم كلشي الفيلم هذا الفيلم انا عجبني حتى هو بزاف بزاف غادي ندير ليه نحط النقطه ديال 10 على 10
ما بطاش واش خرج بونس 2019 ولا 2020. الصراحه فيلم واعر بزاف بزاف، اللي كان بغى يتفرج شي حاجه ديال الخليع سيرو تفرجوا فيه. الوغ هذا الفيلم سميتو لا بلاتفورم، هذا الفيلم زوين بزاف بزاف. الاستوار ديالو هي انه واحد راه شفتو كوريان طلب منهم انه يدخل للحبس، يعني ماشي يدخلو بس حيتاش دار شي حاجه، مي دخلو هو اللي بغى يدخل. الوغ اون فيت هذا واحد الحبس ماشي بحال الحبوسه العاديين، هذا واحد الحبس لي كاينين دي نيفو، يعني كل واحد فين كان، يعني سواء تكون في ليفو الاول سواء تكون في نيفو الاخر سواء تكون في الوسط سواء تكون، المهم يا يكون بنادم من فوقك يا من تحتك، يا تكون انت من فوق يا انت تكون من تحت. ما عرفناش بالضبط شحال من نيفو، باسكو هما براسو هو براسو كيحسب لي نيفو، يعني هو براسو ما عارفش فين كيحبسوا هاد النيفو. سوف كو الماكله كيفاش كدير، يعني نيفو 1 كتهبط الماكله كياكلوا، يعني كتكون الماكله عندهم نقيه كتكون مقاده مزيان، يعني داكشي سبيسيال كتكون طابله طويله. سوف كني كاين سوف كي كياكلوا كياكلوا برجليهم وكيخمجوا كلشي ماكله. المهم اللي كاين في نيفو 2 كياكل كوم مزيان، كتهبط كتهبط كتهبط، ها انت وصلت النيفو 50 باقي كيبقى لهم ما تاكل. سوف كي الا مشيتي تهبط النيفو 100 اشنو غيبقى البنادم ما ياكل؟ عرفتي راه ما كيلقاوش، كيلقاو الطباسل كيلحسوهم كيلحسوهم، يعني ما كاينش ما يتكال. وهذا الراجل كان شوكي حيتاش كيقول واه علاش هادوك ياكلوا اللي في النيفو 1 ياكلوا اكثر منا وحنا ما يكونش، يعني يخليو البنادم شويه لا والو، يعني هما ما عندهمش سوق هما ياكلوا وانتوما تموتوا، يعني كل ما كنتي في النيفو لتحت كل ما قفرات عليك حياتك، يعني تقدر تموت، يعني تقدر تموت بالجوع ولا تاكل هذاك اللي معاك. مهم هو فهم باللي يعني ما كاينش شي خيار اخر، يعني الماكله ما كايناش، يعني يا بنادم غيموت يا غياكل بعضياتو. دونك اون فيت في هذا الحبس كل شهر يعني باغ اكزومبل كل شهر الا كنتي في النيفو 70 كيقدروا يطلعوك يا في النيفو 10 يا يهبطوك النيفو 200 باغ اكزومبل، يعني انت وزهرك يا طلع يا تهبط يا تعيش يا تموت. هذا هو الفيلم، يعني فيلم واعر بزاف، حتى هو فيه لوغور، يعني فيه بعض الخطرات القتيله، فيه كل شيء، زعما واحد الفيلم اللي بزاف لوغور بزاف مي واعر بزاف. انا عجبني الصراحه، جو لو دون لا نوت سور 10 سور 10 ونشجعكم انكم تفرجوا. هذا الفيلم سميتو ليكسبيريونس انترديت. هذا الفيلم ليستوار ديالو هي ديال دي ميدسان جون، دي جون ميدسان قرروا انهم يديروا ليكسبيريونس ديال انهم يتكاو و يديكونيكتيو، يعني بحال اللي قلتو يموتوا، سوف كو ما يموتوش 100%، يعني الروح تبقى، يعني على ديغنييغ مينوت هي ريانيميو لا بيرسون. ايوا ايزون في ليكسبيريونس، بغاو هما يعرفوا شنو كيطرا ملي بنادم كيبغي يموت. صافي ايزون في ليكسبيريونس سوف كو في الاول توت علي بيان، يعني بداو كيدرسوا داكشي زي تي اورو، كانوا فرحانين كيقولوا اون نوفيل ايتو اون نوفيل ايتود، سمحوا ليا غادي نقدروا زعما نغشيو الناس في عقولهم، نقولوا لهم ها شنو تقريبا كيطرا ملي كيبغي يموت بنادم. سوف كي شنو طرا ليهم بحال اللي قلتو دي تروك سور ناتورال، يعني بحال الجنون بحال هادوك لي زيسبري جاو ليهم كيسكنوهم، ماشي غير كيسكنوهم يعني كيقتلوهم، يعني كيقدروا يجيو في لاسبي ديال باغ اكزومبل لا هاد الميدسان مو يعني ماما ويجيو تهضر مع هادي هكا سوف كو هي غادي تقتلو، يعني فريمون واحد الفيلم ديال لوغور مي مسرع بزاف مقادين زوين زوين بزاف. انا حتى هذا نقول لكم سيروا تفرجوا فيه، هذا نعطيه 9/10 حتى هو زوين بزاف بزاف، يعني اللي عزيز عليه داكشي ديال لوغور درام تريستيس واعر جو الكونسيل. الوغ هذا الفيلم سميتو لانستان دو سيرفي، هذا الفيلم هو من parmi لي فيلم ديال لي روكان مي اوسي ديال لوغور. هذا الفيلم عجبني بزاف بزاف حيتاش هذه القصه ديال واحد البنت اللي سميتها نانسي، سي اون سيرفوز عزيز عليها السيرف، ومشات كتسيرفي في واحد لابلاج لي سوا ديزون ما فيهاش لي روكان، سوف كو غادي يخرج ليها واحد لو روكان بلون
يعني غادي عندها في رجليها وما عندها لا لي لا لو كيت ديال باش دير الفصمه وتنقي الجرح ديالها. يعني غادي تبقى شحال وهي مضاربه 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 انها الاساي انها دو سورفيف، يعني انها تعيش انها ما تموتش. او في كو ما كاين حتى واحد اللي يقدر يعاونها، حاولات 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 حتى قدات تخرج راسها بان ما ياكلهاش داك لو روكا. ما نقدرش نقول لكم اكثر على ليستوار، حاولت نعطيكم شويه حيت شي لا جيت ندخل في لي ديتاي غادي نعاود لكم ليستوار كامله، وما كرهتش نعاود لكم ليستوار لكن بغيت تفرجوا فيه. وهاد الفيلم نعطيته 10 على 10 حيت انا اصلا كيعجبوني لي فيلم ديال لي روكا، وهاد الفيلم عجبني بزاف. الوغ هاد الفيلم سميتو بيرد بوكس. هاد الفيلم حتى هو من لا كاتيجوري ديال لوغور. القصه ديالو هو ديال كاينين دي كرياتور لي جاو ليهم لي ما عرفوش كي دايرين، يعني ما يمكنش يشوفوهم، يعني الا مشاو حتى شافوهم غادي يموتوا. يعني يسون اوبليجي انهم يسدوا عينيهم ومن يتمشوا في الزنقة يجريوا بلا مش انا سديت عيني اوتوماتيكوم، يعني يجريوا في الزنقة بلا ما يشوفوا اشنو طاري في الزنقة، شكون اللي مات، فين خاصهم يمشيو، يعني حيت الا مشاو تحلوا عينيهم هادوك لي كرياتور غادي يجيو لهم ويقدروا يقتلوهم. دونك ليستوار كتبين لنا واحد المراه اولادها غادي يحاولوا انهم يمشيو ويهربوا ويسدوا عينيهم حتى يوصلوا لواحد لو كون ديال فين كاينين الناس اللي يقدروا يتنجاو من هاد لي كرياتور. صراحه القصه زوينه بزاف بزاف، فيها لوغور سسبنس حيت ما كتعرفيش شنو غيطرا، شكون هما لي كرياتور، شكون اللي غادي يقدم يموت حداك. المهم غادي هذيك المراه هي ولادها غادي يلقاو راسهم ما بين دوتغ بيرسون وغادي خصهم يتعاونوا، شي غادي يموت شي غادي يقدر يعيش. المهم فيلم واعر بزاف بزاف، انا غادي نعطيه 9 على 10. الوغ هذا الفيلم سميتو ذا سايلنس، يعني لو ان سيلونس دو مور. يعني ليستوار ديالو ديال غادي يبينوا لينا واحد لا فامي ديال واحد لو بير لا مير لا كرون مير لو فرير اي لا سور و لور شيان. سوف كو ان فيت لي ساينتيفيك اون ديكوفير دي كرياتور لي هما او موان دو بروي، او موان دو بروي سمحوا لي، يعني الصداع الصغير اللي غادي دير غادي يسمعوك غادي يجي يقتلوك. يعني هاد لا فامي خاصها تحاول انها elle essaye de survivre باش ما يقتلوهمش. سوف كو هما او ديبي في الفيلم غادي يبينوا لينا كي سون دون اون فواطور غادي تطيح بهم اون بان، والكلب ديالهم هو اللي غادي كومون دير هو اللي غادي يجبد عليهم دوك لي كرياتور، دونك خاصهم يهربوا. وفي دو فيلم خاصهم يعني ما خاص حد يهضر، ما خاص صوت حد يخرج، سينو دوك لي كرياتور غادي يجيو وغادي يقتلوا بنادم. ماشي غير كيقتلوا دانكو وكيفرتوه كياكلوه كي وما يخليو فيه عظم. فريمون هاد لو فيلم جي ادوري، هذا نعطيه 9 على 10. و جو دي العزيز عليكم لي زوغ بحال هكا، هذا سي ان فيلم فاميليال صراحه زوين بزاف، نيزيتي با ا لو ريغاردي تفرجوا فيه. الوغ هاد الفيلم سميتو دون لي زوت زيرب. هاد الفيلم القصة ديالو ديال واحد المرأة وخوها، هي كانت حاملة بست شهور، كانت غادا مع خوها باش تمشي تحط تولد ولدها وتحطو انهم في الادوبسيون، انهم يادوبتيو ويربيوه. صوف كو حبسو في لاغوت سمعو شي صوت ديال شي دري صغير اون فاس ديال واحد ليغليز. كان واحد لو شون كبير بزاف بزاف، فيه بزاف ديال الربيع خضر وطويل، و كيسمع داك الدري الصغير كيقول لهم سي فو بلي ايدي موا اليد، هكا كيقول لهم عاونوني عاونوني عافاكم. ولكن موت داك الدري الصغير اللي حتى هي واحله معاه في داك لو شون كتقول لي عافاك ولدي ما طهيتش على الناس، ما طهيت على حتى حد، راه غادي يحلو معانا هنا. مهم دخلوا هادوك ما فهموا والو، ما فهموا والو، دخلوا هكا قالوا رانا نسوفيو داك الدري الصغير. ملي دخلوا او ديبي كانوا كوت ا كوت، كانوا قراب لبعضياتهم شويه، داك لو شون ان فيت كيبدل كلشي، يعني بعد هذاك الراجل على اختو، هذيك تبعدات، يعني كل واحد شنو كان طاري ليه. دي فوا واحد الوقت كتلقى هذيك المراه مع بات داك الدري شويه، داك الراج داك اخو ديك المراه كيتلقى مع واحد الكوربو وقال ليه بلي ان فيت
هاد لو شون لو كوربو هضر معاه قال لي بلي هاد لو شون راه كيبدل كاع لي سيتوياسيون، يعني غادي تبقاو هنا بلوكي وداكشي اللي طرا ليهم. المهم انا ما غاديش نكمل لكم ليستوار باسكو غادي نحرق لكم. المهم ليستوار زوينه بزاف بزاف، جو فوز انفيت انكم تمشيو تفرجوا فيه. شنو نقدر نقول لكم باقي على ليستوار؟ سي كو هذاك لو شون كيحبس بنادم، و اوسي غادي يجيو ناس اخرين اللي حتى هما غادي يبغيو يسوفيو دوك الناس، و حتى هما غادي تحبسو. تخليكم تفرجوا في الفيلم. والنقطه اللي غادي نعطي هي 9/10 باسكو تاهو عجبني بزاف بزاف، مي ميريت با 10/10 مي 9/10 سي اوسي تري تري بيان. الوغ هاد الفيلم سميتو هاشتاغ لايف. هاد الفيلم هو من لا كاتيجوري ديال لي زومبي، سي ان فيلم كوريان مي انا عجبني بزاف بزاف، خرج في 2020 سي با تري لونتون يلا خرج صراحه. الوغ القصه ديالو بني غادي نجي شويه نحسن هكا تشوفوني مزيان تسمعوني. الوغ القصه ديالو هي القصه ديال واحد لو جون كوريان عزيز عليه، يلعب في توسكي ببجي جي تي ا كلشي طول طون جالس دوفون ليكرون ديالو كيلعب. مهم واحد النهار هو نورمالمون كان عايش مع امو، سوف كو واحد النهار طرات انفازيون في العالم ديال بنادم كيعض بنادم، مهم بحال لي زومبي. صافي سي دخل عمو قالت ليه انا راه جو سوي بلوكي في لوبيتال راه ما نقدرش نجي، شوف كيفاش دير انك تحاول ما تخرجش وتعتق راسك. مهم الدري دخل الي با بيتوي انه يعيش بحال هكا، اشنو طرا ليه كاع لي موبل فاش كان عايش هو و انفاس قدامه كان لي موبل اخر كله انفكتي كلهم ولاو دي زومبي، و لي زومبي كيقدروا حتى انهم يطلعوا لي زيتاج. هو كان في طاج الفوق والمشكله ما كانش عنده ما يتكال، يعني يلا كانت مو قالت ليه سير دير لي كورس باش تجيب الماكله، صافي هو ما كانش عنده ما يتكال. دونك اشنو جبد كاع لي بروفيزيون ديالو، و باغ اكزومبل بيمو كيقول هذا غناكلو اليوم هذا ناكلو اليوم هذا ناكلو اليوم، و او فيل دو طون غادي يقطعوا ليه حتى الماء، يعني الماء ما غاديش يبقى، يعني حتى الماء قرعه الماء باش يشرب ما بقاتش ليه، يعني فريمون قال صافي يا غادي نموت نولي بحال لي زومبي يا غنموت غير بالجوع. قال لا ما نموت بالجوع ولا نموت بحال لي زومبي. صافي حتى واحد النهار وبقى شحال وهو بوحدو هكاك، واشاك فوا كياخذ التليفون وكيقول لهم هالو زعما راه جو سوي تيل تيل جور جو سيرفي انكور، واشنو كاتب هاشتاغ لايف يعني هاشتاغ سيرفي، يعني لحف كاع لي باج انستغرام وداكشي، مي وفي لو طون ولا حتى الكونيكسيون كتمشي. واحد النهار ما عرفتش وبعدا في الشرجم داير كلشي مغطي باش ما يبانش الضو لهذوك لي زومبي ويقولوا بلي راه باقي شي واحد عايش. مهم واحد النهار واحد البنت اون فاس دو لوي في ليموبل باقي عايشه، دونك غراس ا سا غادي يحاولوا انهم يفون ايسي دو سورفيفر غادي تعاونوا تو، ولكن غادي يطيحوا في واحد لاب واحد الراجل اللي غادي يعيشهم الويل، يعني او ديبي غادي يقول لهم باللي غنعاونكم، سوف كو هو طلع ولد الحرام. المهم ما غاديش نطول عليكم في ليستوار، انا هاد لو فيلم عجبني بزاف بزاف، غادي نعطيه النقطه ديال 10/10. جي جامي ادوري شي فيلم ديال الزومبي بحال هكا، لي كوريان كيعرفوا يمثلوا بزاف بزاف، دونك هاد الفيلم نتمنى انكم تفرجوا فيه. الو واحد الفيلم اخر تاع لي زومبي تا هو كوريان سميتو ديرني تران بور بوسون بوسان ولا بوسون. هاد الفيلم زوين بزاف تا هو، القصه ديالو سي جو مي رابيل بيان هي واحد الراجل مع بنتو عادي كانوا غاديين لهاد لا ديستيناسيون بوسان، وكانوا الناس تلاقاو نيت في الناس كانوا عاديين او ديبي شويه ما عرفتش شنو طرات اون انفازيون ديال الزومبي هكا دانكو طلعوا في تران واحد عض واحد اي فيو كو تران مسدود وهو ديجا الكوندكتور كيسوق يعني ما كاينش بنادم كيفاش يخرجوا ويعتقوا راسهم، يعني شي كيعض شي كيعض شي كيعض شي تقريبا كاع تران لو تران ولا
ولا كل زومبي و ils ont réussi انهم يسدوا واحد لا بارتي ويبقاو الناس اللي باقي عايشين اللي باقي ماشي زومبي يتخباو. الوغ هذاك الراجل وبنته كانوا تلاقاو مع واحد المراه حامله هي وراجلها. هي واحد المراه هي هما واحد المراه الشارفه واختها. هادو غادي يحاولوا انهم يلقاو الحل باش يعيشوا هكا. مول الشيفور كيهضروا معاه كيقولوا ليه عندك تحبس عندك تحبس سير تا البوسان راه ما عندناش لو شوا سينو راه لي زوتر فيل ديجا فيهم كاملهم لي زومبي يعني الا هبطنا كلشي غادي ياكلونا. سوف كيف هذاك التران كاين واحد الراجل لاباس عليه يكون شي كادر ولا بي دي جي وهذاك الراجل ضد الحرام يعني واحد الوقت غادي يوقف داك الشيفور تران حيت ما عندوش لو شوا انهم يزيدوا يعني خاصهم يبدلوا تران. كلشي غادي يولي يجري يطلع هكا سوف كو هذيك لا ستاسيون تا هي فيها لي زومبي يعني ما خاصهم يجريو ويتقاتلوا مع لي زومبي باش يقدروا يعيشوا. شنو نقدر نعاود باقي باش ما نحرقش لكم بزاف لي ستور باسكو وليت كندخل شويه في لي ديتاي. سي كو لا فان ديالو محرجه شويه يعني بالنسبه لذاك الراجل وبنته وبالنسبه لديك المراه اللي حامله وراجلها وبالنسبه لذاك وضع الحرام ديال لو بي دي جي اللي غادي يخرج عليهم كاملهم هذاك هو السوسه ديال داك الفيلم. المهم ما غاديش نطول عليكم في ليستوار غادي نخليكم ان شاء الله تفرجوا في الفيلم ونتمنى يعجبكم بزاف بزاف حيت انا الصراحه حمقني نعطي 10 على 10 لي كوريان صراحه تصدمت فيهم كيعرفوا يمثلوا دونك جيم بوكو. الوغ هاد لو فيلم سميتو بيبي درايفر هو سان فيلم داكسيون. ليستوار ديالو هو ليستوار تاع ان جون هوم لي في الصغر الى ايتي فيكتيم يعني طرالي ان اكسيدون دو فواتور مع والديه اللي مالوغوزمون والديه ماتو في هذاك الاكسيدون ولكن هو مشى ليه شويه السمع يعني ما كيسمعش بزاف ولكن الموسيقى كيسمعها يعني زيز على الموسيقى ديما فودني. سوف كو ملي كبر ولا خدام مع واحد الشاف تاع الكونغ يعني كيترونسبورتي ليهم لي زارم لا دروغ كلشي هو سان كوندكتور كيعرف يسوق بزاف بزاف يعني ملي كتكون عنده شي ميسيون ايمي سي زيكوتور ايب يعني اي ما كنعرفش كيفاش كيسوقوا الناس بغيف il met la première, il fonce, يعني البوليس ما كيشدوش, les autres gangsters ما يقدروش يشدو, يعني vraiment impossible. شنو نقدر نقول باقي على الهستوار, il va rencontrer واحد la fille, il aura un coup de cœur, و هذيك la fille غادي تبغي تدخل حتى هي في داك الدومين ديال انها تخدم معاه, و غادي يعجبها حيتاش ما كيسمعش, مي ملي كيدير لي زيكوتور او كيسوق سي ان فري كوندكتور يعني بحال هادوك لي كوندكتور ديال الفورمولا. هاد الفيلم انا جي ادوري سي ان فيلم داكسيون توب فريمون زوين بزاف نعطيه 10 على 10 ما نقدرش نزيد نقول لكم ليستوار باسكو الا قلت لكم ليستوار نحرق لكم كلشي دونك نخليكم تفرجوا فيه. هاد الفيلم جو فو لو كونساي تا هو فورتمون. هاد الفيلم vraiment ديال الاكشن ما عجبني ان بوين مي بزاف بزاف هذا نقدر نعطيه جو سي با بلوس كو 10 جو لو دون بلوس كو 10. الوغ الفيلم سميتو كولومبيانا. الهستوار ديالو هي تاع واحد البنت ملي كانت عندها 9 سنين شافت والديها تقتلوا قدام عينيها اكوز دو واحد البغا دووا ديال واحد الشيف ديال الدروغ ديال Colombie. D'accord. Là, on est bien. مهم. قدات انها تهرب من هذاك لو شيف دو غونغ باسكو في الاول كان غادي يقتلها سوف كو الحد كان معاها وهربات ومشات عند خالها اللي كاين في شيكاغو حتى هو سان بارمي لي غونغستير. مهم. خالها حاول انه يعيش حياه عاديه ديال لي زونفون عاديين انها تكبر بنت عاديه سوف كو الوغ كاتاليا ملي كانت صغيره لا ايتي تروماتيزي يعني
شوكات من داكشي اللي شافت، وبقات عندها في دماغها باللي نهار تكبر غادي تنتقم لوالديها من هذاك الشاب تاع كونغستير اللي قتلهم ليها قدام عينيها. الوغ سو ديرني في ماكات كما قلت لكم خالها حاول انه يبعدها من داك الدومين ديال التيوز، ولكن هي والو قالت ليه والو غادي دربني غادي دربني دربني باش نولي تيوز بروفيسيونيل ونقتلهم كامل هما دوك اللي قتلوا والديا. الو 15 عام من بعد ولات عندها 24 عام، ولات واحد القتاله ما كاينش منها، يعني الرجال ما يقدوش يقتلوا بحالها. ولات كتقتل هادوك parmi les petits اللي خدامين عند هذاك الشيف ديال الكونغستير، كتقتلهم بشو 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 باش توصل لهذاك مول العصابه. الوغ كل ما قتلت شاك فيكتيم شنو كدير؟ كتخلي واحد الرسم ديال واحد الورده على لو كور ديالهم، هي واحد الورده اوركيدي، واحد ما نقدرش نفس نترجمها لكم بالعربيه ما كنعرفهاش، اوركيدي اللي كتسمبوليزيها، يعني اللي كت يعني اللي كت معاش كي لا سامبوليز، سمحوا لي معاش بالعربيه، كي لا سامبوليز يعني اللي كت كي لا كاركتيريز، يعني كاتاليا هي ديك لا فلور. مهم وكدير ديما هذيك لا فلور باش تقدر تطيح على داك الشيف تاع لو كونغستير اللي سميتو لويس، وباش تاخذ البيطار ديالها باش انفان تقدر ال سوفونج. و بيان سور ما غاديش نطول في هاد ليستوار باش نخليكم تشوفوا مزيان 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 شنو طرا في الفيلم. مي فريمون الفيلم واعر 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 لواحد الدرجه، وفيه لاكسيون فيه لو درام فيه تريستيس فيه كلشي. فريمون هاد لو فيلم كوم جو زيدي نقلت نعطيه اكثر من 10 راه كون نعطيه عليه، مي غادي نعطيه 10 على 10. اي ندوزو لو ديرني فيلم اللي هو فيلم ديال هو فيلم مصري سميتو ام اس مامي. الوغ ليستوار ديال هذا الفيلم هو ليستوار ديال واحد لا جون فام اللي خدامه في شركه كتخلص مزيان، لي بيان ابيي شوفو ديما مزيانين بيان ماكيي ديما لي زونغل بيان في الحوايج ديما كلاس ديما كتلبس غير داكشي الواعر، وهي ما عندهاش مع الزواج، يعني كتعرف واحد الراجل ولكن ما كترتاحش داكشي ديال انها تزوج وتولد الولاد وتخاف انها لا مورفولوجي ديالها تبدل لا دوفيان غروس ولا دوفيان موش. مهم واحد النهار كان عندها واحد لو فول باش تمشي لواحد لا ريونيون، قالت راه الناس غير واحد شويه جو برون دي فورس انني نرتاح. ايوا شنو طرا؟ سمحوا لي على ويت 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 ويت. مهم اشنو طرا؟ نعسات وملي فاقت لقات راسها بانها ام عندها ثلاثه د الاولاد وحامله ومجوجه براجل عنده الكرش، وهي ما كتحملش الرجال اللي عندهم الكرش، يعني خاصهم يكون عندهم لو كور مقد، وبغات تسطا وكتقول لهم رجعوني رجعوني للحياه ديالي راه هذه ماشي حياتي، انا اصلا ما مزوجاش ما عنديش ولاد. و فريمون سي ترو درول كيقتل بالضحك هذا الفيلم. مهم صافي وفي دو طون نحاول نغيزومي لكم شويه باش ما ندخلش في الديتاي. حاولات انها تضبط مع دوك الدراري الصغار، حاولات قالت ايوا الا هذه هي حياتي ما عندي ما ندير، شنو نقد كاع ندير الا ما نقدرش نهرب. يمكن صافي حاولت تعيش معاهم تضحك معاهم تفرح معاهم، ايوا و فينال فو فيغي لو فينال، ما غاديش نقول لكم لا فان شنو طرا. هاد الفيلم انا عجبني بزاف بزاف، غادي نعطي النقطه ديال 8 على 10 صراحه باسكو دو باز ما كنفهمش المصريه، ولكن كوميم لي زيماج لي سون تري تري بيان في، انا عجبني بزاف بزاف. الوغ نتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم بزاف بزاف، ونتمنى انكم تفرجوا في هاد الافلام اللي عطيتكم اي اوسي في لي سيري في لا فيديو بريسيدونت، حيت فريمون سي دي فيلم لي فريمون انا عجبوني بزاف بزاف ويقدروا يعجبوا كاع الناس، يعني سي دي فيلم لي لي زيستوار ديالهم زوينه، يعني سافو لكم انكم تفرجوا فيهم. الا كنتو باغيين اون اوتر فيديو على دوتر كاتيجوري ديال لي سيري ولا دوتر فيلم، باسكو انا كنتفرج بزاف بزاف الافلام ولي سيري، دونك الا كنتو باغيين اون اوتر فيديو علاش لا قولوا عليا في لي كومونتير وندير لكم اون اوتر فيديو. ونتمنى فريمون هاد لا فيديو تكون عجبتكم بزاف بزاف، وسمحوا لي الا طولت عليكم، وما تنساوش ديروا جيم
بارتاج اي كومونتير وتفرجوا على القليله واحد 2 ولا 3 مينوت من لا فيديو ديالي باش الى تابونيتو ما يحيدش ليا يوتيوب لابونمون حيت غادي يقول هادي غير ابونمون فيك تقد غير هي اللي تكون دايراها ولا غير شي واحد اللي معاونها. مهم عافاكم ديروا هادشي اللي كنقول لكم وما تنساوش ديروا الزر ديال الجرس باش يطلعوا لكم كاع لي فيديو ديالي. ونقول لكم تري تري بيانط ان شاء الله بو دوتغ نوفيل فيديو. طلعوا ليا فراسكم بزاف بزاف بزاف. يلا بيزو بيزو.